سلام كبيدات كديرين، لاباس عليكم. كنتمنى تكونوا كاملين بخير على خير. اش اخباركم؟ اموركم مزيانه؟ شكرا لكم بزاف على الحب ديالكم، على التفاعل ديالكم، على لي ميساج ديالكم، على لي كومونتير زوينه ديالكم. لهلا يخطيكم. اللي كيشوفني اول مره، انا حسناء من مدينه خنيفره. اللي عجبتك القناه وعجبك المحتوى وعجبك جلباتي، مرحبا بك. شاركي وفعلي الجرس، ضروري من داك الجرس، لان داك الجرس اللي كيكون عنده اقل ودينات هو اللي كيخليكم انكم يوصلكم الفيديوهات في الوقت. ان شاء الله غنبداو دابا فرحانه غنبداو سلسله جديده ديال جلبات ان شاء الله لرمضان وشعبان والعيد. علاش لا؟ انا بالنسبه لي يعني دوكا كنت بلاصتكم، يعني من دابا نوجد جلبات ديالي، لحقاش حتى حنا كنكونوا مستريسين بزاف في رمضان، وحتى في شعبان كيكون واحد ستريس غريب بزاف، الضغط والخدمه كتكون مزيره. انما الا خدمتي جلابتك على تيسع منها، انتيا كتخدمي جلابه وكتحطيها وكتكوني نفسيا مرتاحه وعارفه شنو غتلبسي، ومنها حنايا كنخدموا لك حاجه زوينه وحاجه نقيه وما كيكونش داك ستريس، وكيكون حتى الثواب والالوان كلشي متوفر. المهم البنات اللي عجبتها اي حاجه، هذا الفيديو غادي يكون فيه واحد العدد ديال جلباس، وغنبقى نقسم كل فيديو غندير فيه عدد نفس العدد، يعني غنبقاو هكا ان شاء الله هكا باش يسهل عليكم الاختيار ويسهل عليكم الطلبيات. اللي عجبتها شي حاجه تسكريني ليا وتصيفط ليا غير في الواتساب، الله يخليكم، بلا ما تصونيو ابل. ما كنقول لكمش ما تصونيوش، ماشي حاجه راكم زعما على راسي وعينيا، انما ملي كتصوني انت وانت كيكون واحد ستريس، كنعقل حتى مع من هضرت. انما لي زوديو كيبقاو عندي مسجلين باش كنعرف كل حاجه. طوالت عليكم، ولكن غندوز الاول جلابه اللي هي هذه اللي فريمون كتحمق البنات. كما كتعرفوني انا من عشاق اللون الاسود، ولكن ما كنخليش اسود عادي ما تبانيش كاع باللي راكي بدلتي شي حاجه اللي توب دي توب، شي حاجه زوينه. طبعا لي زاكسسوار دائما عند خالد اللي في زنقه جده. البنات اللي بغات شي حاجه دوز عنده مباشره، بنات خنيفره عنده هادشي ديال الهبال. وكيف ما قلت لكم، اول جلابه بالنسبه للثوب راه الكريب دو سوا الكاليتي مزيانه، يعني الاولى البروميير شوا شي حاجه زوينه بزاف. بالنسبه للخدمه درتها، غنحاول نقرب لكم باش تحقوها في الخدمه. الخدمه ضفيره رقيقه نص طوق بالعقيدات بلديين، الطرز كما كتشوفوا هكا، كما كنقولوا هاد الطرز كان زمان كانوا كيقولوا البانت كروا باللغه ديالنا الدارجه. ها انتم، غنحاول نقرب لكم مزيان باش تقرب باش تشوفوا الخدمه كيفاش دايره. شي حاجه زوينه. والفصاله طبعا انا كنديرها جبليه، كنتعمد انا نديرها جبليه، كتجي هماويه. شوفوا البنات، انا ما كتعجبنيش الجلابه ديال ملصقه وداكشي، كتلبسيها وكتحسي براسك من خويه والهمه والشانيه لالا. وفي نفس الوقت راه ماشي ديك الجبليه اللي مهلهله وديك كبار منك واسعه، لا، الكتيفه طايحين شي شويه ديال التيسع منها باش كتكوني مرتاحه. افتحات في الجناب، غنحاول نهبط لكم الكاميرا باش تشوفوا، ولكن الاناقه يا سلام. شوف افتحات في الجناب هكا بالعقيدات، واحد ثلاثه ديال العقيدات هكا من الجناب، فصاله جبليه نازله كما كتشوفوا. نحاول نوريكم الخدمه باش تشوفوا نازله صفيفه داكشي على حقه وطريقه. يا سلام، راه غير مع الاضاءه كيبان هكا ماتش، ولكن راه هاد الجلابه خصوصا هاد الجلابه ما واخداش حقها، لانها فعلا روعه روعه روعه، زوينه بزاف بزاف بزاف. ودابا الكبيدات غادي ندوزو الموديل ثاني، خليكم معايا. الا عجبتكم هذه صيفطوا لي غير سكرين لهذا الرقم اللي كاين هنا. وهذه هي الجلابه الثانيه البنات لعشاق البساطه والاناقه. شي حاجه يا سلام، شي حاجه بكثرت ما هي بسيطه بكثرت ما هي زوينه. غتقولي شنو هذه احسنا؟ واش صفيفه؟ واش طفيره؟ واش هذه البنات الملاقيه بالرندا؟ ولكن كما كنقولوا هاد العقيدات هادو به فيه، يعني خدمه ديال العقيدات بالرندا. شوف شي حاجه زوينه وانيقه وبسيطه، وفصاله جبليه كما كتشوفوا. افتحه هكا، درت افتحه في الوسط هذه المره، لكم الاختيار، اللي بغى افتحات في الجناب نديرهم ليهم، اللي بغى افتحات في الـ في الـ في الـ في, الـ في القدام نديرها لهم. وكتجي هكا هاد زعما بدلنا شي شويه، كتجي هكا الكميمات بحال هكا، ومنبتين بالعقيق من هنايا وباللوينات فيهم هاد الزرق وهاد الصفيفر والغوز، شي حاجه زوينه. والحجرات طبعا بالزرق ملاكي داكشي، يا سلام صراحه فنه. هاد الجلابه البنات درت منها بزاف د الموديلات، انا غنشرح لكم. لاباز ديالها هي الكريب، غنطلع الكاميرا باش نهضر معكم مزيان، نعاود نفهم لكم باش تفهموا. هاد الجلابه لاباز ديالها هي الكريب، التوب ديال الكريب مفصله بهاد الطريقه جبليه، ومفصلين هكا الكنيمات فيهم هاد الطريف بحال هكا، يعني كتغير كتجي غزاله وكتجي هماويه وكتجي فنه، مخدومه باللوينات. كنختار كل جلابه كنختار لها اللوينات كما كتشوفوا. ها نتوما كتشوفوا الملاقيه كامله بالرنده، وكل طرف في لون، ولكن هنايا هادو بحال تقول عقيدات بالرنده، يعني بهم فيهم كلها بليد ما فيهاش كاع الماكينه. انما شنو اختاريت كل جلابه شنو درت لها؟ كاين مثلا اللي درنا لها العقيق هنا، كاين مثلا اللي خليناها سامبل وكلشي غتشوفوه معايا، كاين اللي خدمتها حتى خدمتها وعمرتها من هنا
كلها بالعقيق. يعني كاينين بزاف ديال الاختيارات، كل وحده غتختار شنو بغات. مثلا هذه عجبتك في هاد اللون هذا، ولكن في الخدمه ديالك حلا مثلا، اولا ديال القهويه، اولا الخضراء، يعني انت كتختاري شنو معجبك. ولكن كتلبسي جلابه متميزه زوينه انيقه فنه فنه فنه، انا بيضاء تلاحظوا انني كلهم كنشكرهم. علاش؟ لان ما كنشكرش جلابه وحده اخرى، كنشكر هادو لان كل حاجه كنختارها لون بلون توب بعنايه، من نحط هذه نبدل هذه نفسطوا هذه نعاودوا هذه، شي حاجه اللي زوينه بزاف. قبل ما ندوزو للجلابه المواليه، بغيت نجاوب واحد الاخت اللي كانت كتبات لي في واحد الفيديو كنت درت واقيلا في الجلاب ديال البرد. قالت لي هاد الجلاب مخنشين وواسعين. نبغي نقول لك الحبيبه ديالي داك ماشي مخنشين، انا ملي كنبغي نصور كنجيب موديلات، كنجيب كل طاي من موديل، كل موديل من طاي، وكنحطهم قدامي وكنلبسهم. انا ماشي غرضي انني نلبس الحاجه اللي تواتيني انا واللي تعجبني انا، يعني انا كنوريكم الموديل، واللي لاحظتوا ان فاش كيبغيو يلبسوا كاع في لي مارك العالميين وداكشي ما كيركزوش على المانكا واش جات هذيك. انا كنبغي نوريكم الجلابه. مثلا لاحظتوا في هذا الفيديو هذا اليوم، انا ركزت اكثر على الجلالب جبتهم صغار، باش تعرفوا بان راه ماشي انا كنتعمد انني ندير جلالب واسعين اولا مخنشين، لا، هذوك غير طايات. تقدر تجيني الصدفه انني نصور بلي طاي ال، نقدر نصور بلي طاي اكس ال، ونقدر نصور بجلاب ديال دوبل اكس ال. ولله الحمد، والله لك الحمد والشكر، ان الشكل ديالي كيسمح لي انني الحمد لله نقدر نلبس جلابه ال، ونقدر نلبس جلابه اكس ال، ونقدر نلبس جلابه دوبل اكس ال. اي يا اختي الحمد لله. علاش هكا؟ يعني كل واحد على حسب كتافه، على حسب فورمته، على حسب هو واش كيبغي. مثلا انا كيعجبني نلبس جلابه واسعه، داكشي علاش ملي كنكون لابسه كنحس براسي مرتاحه، لدرجه ان الناس كيشوفوها كتبان لهم عاديه. وحده اخرى ملي كتكون لابسه وهي شاده ودايره لها هكا وحشمانه منها، لدرجه انك انت ملي كتشوف فيها كتبان لك هذيك لابسه جلابه كبيره. على ثقي في راسك وبغي راسك، وكوني متاكده ان ديك المرايه اللي كتشوفيها غتنعكس حتى على الناس، والناس كاملين غتبان لهم بديك الجلابه اللي هي زوينه. هادشي اللي كاين البنات، داكشي علاش كما قلت لكم هاد الفيديو عندي جلابات اللي طايات صغار، ولكن اي واحد بغى شي طاي راه كنصيفطوها ليه. بالنسبه للعبارات غتعبروا ليا الصدر والطول والكمام شحال ما قديتو، تعطوني لي ديتاي كان احسن باش كنتفادى المشاكل نهائيا. وطولت عليكم في الهضره، يلا كبيدات غندوزو للموديل الثالث. وهاني رجعت لكم عاوتاني بالاسود، ولكن ديما انا كنجيب الاسود بالالوان كلها. ياك البنات، جبت لكم واحد جليبه في النوار، يا سلام. جيب لكم هنا في هذا الفيديو شي جلاب ديال العقيق، حتى هذيك الحمراء اللي لبست في العراضه عرفتوا، مع انني حطيتها في جوج فيديوهات مازال الناس كيقول لي عاودي حطها انا نشوفها مزيان وما شفناهاش وهادي وهادي، ركزي لنا على. المهم ندوزو بعد هاد الجلابه هادي اللي كلها خدمه باليد، ملاقيه باليد، الخدمه كلها بالحجر، الكاليتي مزيانه، ما تخافوا منه ما حتى شي حاجه. شوفوا لي الرشيمه كي دايره، كاينه وحده هنا وكاينه وحده هنا وكاينه وحده في هاد الكميم وكاينه وحده في هاد الكميم، وكلها هابطه هكا بالعقيق، كلها ما كاينش شي بلاصه اللي ما فيهاش العقيق. اللي بغيت نقول لكم هو ان هاد الجلابات صراحه اللي ولاو دابا زعما ديال العقيق راه كيقولوا القفطان حيد وانا نقص بلاصتك، لان فريمون شي حاجه زوينه بزاف. شوفوا لي الخدمه كيفاش دايره، هانتوا والتوب راه الكريب. واي وحده بغات اي جلابه في اي لون في اي طايف اي حاجه راه تواصل معنا، ومرحبا على راسي وعينيا. الرشمه اللي كاينه هنا راه كاينه حتى هنا، وطبعا اللي بغات تنقص شي رشمه ولا بغات تزيد شي رشمه ممكن حتى شي مشكل، بغات حتى وحده لتحت نزيدها ليها. وهذه عاود صورتها تلبيه لطلبكم، لان عرفت شحال ديال الاسئله عليها بزاف، مع انني حطها في الانستغرام وحطها في فيسبوك وحطها في يوتيوب. مازال دابا كيجوني عليها تساؤلات، لان بصح جلابه كتحمق. انا ماشي غير هاد الرشمه اللي فيها، كاينه في الظهر في القبيب كاينه في الجناب هكا، شي حاجه اللي زوينه بزاف. واللوينه البنات خاصك تشوفوا الناس اللي جاوا عندنا المحل وشافوها مباشره، كتحمق كتحمق كتحمق، شي حاجه اللي عندها قيمه. ها نتوما كتشوفوا البنات، غنحاول نقرب لكم الرشمه باش تشوفوا. كاينين فيها هكا رشيمه نازله كامله على طول الفتيحه من هنا ومن هنا وفي القبيب، انا ندور باش تشوفوا القبيب. ها نتوما شوفوا، غزالة ما تشبهت لكم ولا لا؟ كنتمنى ان تكون باينه وواضحه وما كاين حتى مشكل. اللي بغى شي حاجه تواصل معايا في الواتساب ولا في انستغرام، ونعاود نصورها لكم بشويه بكل حاجه على حقها وطريقه. دابا غندوزو الموديل الاخر، خليكم
ودابا غندوزو لهاد الجليليبه. انا كنحماق على الكحل، ولكن راه ماشي كحل سامبل اختي، الكحل بالشوكولاط والحليب والفريز وهذا. هادي البنات بحال هذيك اللي صورت لكم الغوز اللي فيها هذه كلها خدمه ديال اليد، يعني هاد العقيدات وهاد اللعيبه هكايا كلها كتسمى عقيدات براندا، يعني ماشي ساك ماشي داكشي حرفي هانتوما. ولكن انا ملي كملت زدت لها العقيق، هانتوما كما كتشوفوا العقيق بالالوان ديال الخدمه، هادشي كله خدمه اليد وهادو عقيقات. هنحاول نقرب لكم باش تفهموا الفكره كيفاش دايره. كلشي هادشي تنبات هانتوما، وطبعا تنبات بنفس الالوان ديال الخدمه ديال الصبره، تدريس كلها يد، مقيوساش هاد الجلابه نهائيا بالماكينه. وهذه فيها افتتاحه القدام وجوج افتتاحات في الجناب، وطبعا اللي ما بغاش يفتح يقدر يحيدهم. شفتوا كيفاش دايره، كتجي كتحمق ها، وفيها هاد اللعيبه هكا حتى هي بحال درنا بحال الخريطه هنايا في الكميمات، غير باش نبدلو ونوعو ويكثروا عندنا الالوان، ما تبقاش ديك الجلابه كحله حرفيه، يعني ملي غنديروا هاد الملاقي هكا غتجي زوينه. طبعا جات فنه شفتوا، وطبعا بالشويشه بكلشي هانتوما، شوشه بالعقيق كشرها لحقو طريقي كنتمنى انها تكون واضحه صراحه. جلابه غزال ما عندي ما نقول، ما نسهل عليها واحد اللايك البنات. يلا صراحه راه شوفوا راه التصوير راه ما ساهلش، راه نتوما كيجيكم هكا فيديو ديال 8 دقائق، انا راه كياخذ مني غير التصوير ديالو تقريبا ساعه، بلا المونتاج بلا ندير الاشهارات وداك الشيء، بلا يعني كياخذ مني الوقت، وبلا توجد ديال هاد الجلالب والافكار وهذا. يعني راه عاونونا بلي لايك، شجعونا انا لي لايك ديالكم كيفرحوني، كنعرف بان بصح هاد الشيء عجبكم وكنعاود نبدع. ولكن ملي كنلقى ان ما كاينش لي لايك بزاف كنقول ويلي كما ما عجبهمش الموديلات، واخا زعما كيكون الاقبال وكيكون الطلب وكيكون اللهم بارك الحمد لله اللهم لك الحمد. دابا ندوزو الموديل الاخر، خليكم معايا وشوفوا لي هاد الجليبه اش غنقول لكم على هاد اللون. هاد اللون البنات انا من عشاق ديالو، عندكم الكحل وهاد اللون بحال هكا، والدرجه ديالو المطر داك السيتروني كتشوفوه كثير عندي في القناه، يعني كنحمق انا على هاد الالوان، وكيجيو مع الناس الزعرين والبيضين وهذا. المهم هاد اللون هذا كيلبسوا كلشي، لا السمراء لا الزعراء لا كلشي، صراحه كيجي غزال. هذه هي الخدمه اللي قلت لكم اللي انا في هاد الجلابه تعمدت انني نخليها جلابه بلديه على حقها وطريقها، ما درت فيها حتى شي اضافات، يعني بقات هكا كلها براندة كما كتشوفوا بالتدريس سامبل، خليتها بهاد العقيدات هادو نازلين هكا بالالوان. حاولت اني ندخل فيها هاد الاحمر وهاد البيستاش الخفيف وهداك الصفيفر بير هذا بحال الباج، هو صفيفر بحال بناني، وخليتها هكا بلديه جلابه بعقلها يعني للانيقات، تقدر تلبسيها لخدمتك تخرجي بها في رمضان محترم، ما فيها حتى شي حاجه اللي تقدر انها يعني تجي هكا معيقه ولا ما تقدريش انك تخرجي بها، لان بزاف ديال الجلاب ديال العقيق تيقول لك ما كنقدروش نخرجوا نتسخروا بهم او نمشيو للخدمه، اولا بغينا كنبغيو شي حاجه هكا لي سامبل. داكشي علاش تعمدت انني ندير لا باز توب ديال الكريب بهاد الخديمه ديال الراندا اللي كتجي كتحمق وخفيفه، وفي نفس الوقت في جليبات الاخرين زدت عليهم اضافات، يعني هذه الا بغيت نزيد لك العقيق من هنا اولا نبتها لك من هنا لك واسع النظر، انما هاد اللون هذا راه كيبقى ادمي وكيبقى شي حاجه اللي هي راقيه بزاف بزاف بزاف. عرفتي البنات راه ما تصوروش هاد الميلونج ديال الالوان كيجي على الطبيعه جا كيحمق، وشنو اللي كيخليني انني هاد اللون ما كنبارطاجيهش بزاف، لحقاش بصراحه لون غزال، ولكن ما كياخذش حقه في الكاميرا، ما كيبانش في الكاميرا شحال كيجي فن، لان بصح كيجي غزال هاد الميلونج الالوان جا واعر بزاف بزاف. كنتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، وان شاء الله حتى الفيديو الجاي، وبين ما وجدت هكا جلبات وحدين اخرين صراحه كاين الخير القدام، غير كنديروا كل مرحله بوحديتها. متنساونيش من لي لايك او البارطاج او لي كومونتير الزوينه ديالكم اللي خطاكم عليا تهلاو فراسكم حتى الفيديو الجاي. اللي مازال ما التحقتوش لنا الانستغرام غادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف، وحتى الواتساب مرحبا بكم سكرينيو ليا وصيفطوا لي الواتساب اللي غنخلي لكم. كنتسناكم، السلام عليكم، باي باي.